نتكلم في نقاط محددة. النقطة الأولى مناوي، قلنا لكم أخواننا مناوي ده أكتر زول قاري المشهد. الزول ده رفع بعض التقارير وصرح بعض التصريحات خلت الجنجة يبسطوا المسألة ويفتكروا إنه الفاشر دي يعني ساق، يعني الناس زين بتصريحات مناوي شافها أسوار الفرقة عديل، حتى عندهم بعض الأبواق أمثال ما دبوا صعلوك ما دبوا داك الولد ما دبوا كويس تكهن، قال لك قال يا أخي والله العظيم الفاشر داير للسقوط وأسبوع وما أسبوع، لكن لما جاء التنفيذ تعرف الجنجة هم رجال طبعا، لما جاء التنفيذ الموضوع اختلف، هلكوا بالآلاف حول الفاشر وفي الصحراء ونجاوا مجغم زي الجغم دق ودق شين، حتى انه رأس التمرد، رأس التمرد اللي هو المجقوم الهارب المصيج علي يعقوب انجغم كويس حول الفاشر. انا قلت لك موضوع بتاع الفاشر ده موضوع بيختلف، موضوع بيختلف، جماعة اعتمدوا على تصريحات مناوي كويس والتقارير وبعض حتى كمان القحاطة شبكونا لك الفاشل قايل للسقوط ومناوي ذاته اعترف بالموضوع ده، يا زلمة مناوي ده ما تعتمد على كلامه، يقول الدار يقوله في النهاية انتوا كويس بلعت الطعم وفي النهاية تم جغمكم ولسه بإذن الله تعالى الجغم هيستمر، والله العظيم وزي ما قلنا لكم الشغلة دي تعلم عندها حد بنهاية الجنجويد، حد بنهاية الجنجويد بل كده بس هيستمر البند شفته لحد نهاية آخر جنجويدي. طيب في فيديو او يعني فيديو انتشر للجنجة انه ما عارف اثره واحد من الفرقة 22 بابانوسة وشابكنه لك تاني رحمة ما في ويكفت في الزول وكده، اول حاجة ده مواطن، فك المواطن يا زول، فك المواطن يا جنجويدي، الرسالة التخويفية والطلس بتاعكم ده النازل اكتر ناس كلامهم كتير وشغله محبة، يطلع لك الجوفاني ورجق 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 نحن، ويطلع لك ياجوج ورجق ورجق، والله العظيم تقول النازل يعني زي العروس المحبوسة. هسه بشوف خلق الجوفاني ده بقول ده زول في ارض المعركة ولا خاد معركة يوم واحد ويجي ورجق لك نحن ما بنرحم، انت من متى رحمته؟ مهم بداية الاحداث انت المواطن ده اعتبرته هدف، اعتبرته هدف، توجهت بندقيتك في صدر المواطن، نهبته اغتصبته شردته، المواطن ده انت من 200 رعيت له، من 200 انت رعيت للمواطن، شاب كده الناس تهديد ووعيد، ما في زول الله يخاف منكم والله العظيم ولا في زول معتبركم، والله جغم جغم لا هدى لا تفاوض لا غيره، حق كده بس شفته لحد نهاية آخر جنجويدي. الفيديو الفي بابونوسة ده طلص سواقة بالخلا، بابونوسة جريته منها صيقته منها وش مشغال فيها تمشيط، اقسم بالله نزل بالشهوك وبعدين ما لاقينكم، سيبوا السواقة محاولاتكم بتاعت المسيرات تم يضغط المسيرة ذاتها تاني ما دبلتوها، سيبوا السواقة يا زول. طيب الموضوع بتاع الأسرة إنما نازل صفوا أسرة، ما هو الطبيعي إنه جنجة قاعد صفوا الأسرة، انت جبت جديد يعني انت بتغرك المسرحيات انه اطلقنا سراح اسرى طلص يا زول طلص، الناس قاعد يصفوا اسرى ده عادي جدا عادي جدا بيصفوا اسرى، وغير كده يعني الحقيقة المؤسف انه نازل انتشر لهم فيديو كده صفوا بعض المواطنين ده ما عندهم علاقة بالجيش كذابين، والله ما عندهم علاقة بالجيش، صفيتهم الشباب اللي استلمتهم من أطراف الفاشر ديل صفيتهم انتقاما للمجغوم علي يعقوب، قال لك احنا تاني ما بنرحم، انت ما بترحم قرب على المشتركة دي عشان تشوف الرحمة دي كيف انها يا حتى تمسك لك مواطن اعزل وتملاه قسطير وتقول ان احنا يا اخي تاني ما بنرحم وانت من بدايه رحمت المواطن، عشان كده ناس الفاشر انا قلت لكم اي مواطن في الفاشر قادر على حمل السلاح كويس خلاصك بسلاحك، والله العظيم النادي المستهدف انك انت شيل سلاحك انخرط وانضم في المقاومة الشعبية، احمي نفسك بنفسك.
والله ترسى علتنا لك يا زول، ترسى علتنا لك، ما قعاد ما منفعك ما بفيدك. نازل ما برحموك، نازل جايين بفهم معين. ما عملوا فيه الجنينة وزالنجة ده جاي ميو، عشان كده تشيل سلاحك كان مت تموت بشرف، وما بدخل الفاجر شفت لو ينطبق السماء على الأرض. الضابين كله إعلام وحرب بتاعت ميديا ورسائل تخويفية، ما عندهم أي حاجة. طيب المشاط ربيعة شايف الجماعة زروه وحاصروا، بالمناسبة أنا قلت لك إنه الربيع ده عوير الفيلم، عوير الفيلم والله. الزول ده شخصر الموضوع واستعد الشعب كله، عاد الشعب كله، والحقيقة الزول ده حرض على تدمير المستشفيات وقصف المستشفيات، حرض على تصفية أسرة كويس، حرض على الاغتصابات. يعني الزول الوحيد البسة خطاب الكراهية وشخصن الموضوع الربيع معاه بالتبوك، يعني ده أكثر ناس حقدا في الميليشيا دي. عشان كده الربيع ده يعني حيكون محاصر كده محل ما يمشي، حيلقى ناس بالطريقة دي لما فوق الجماعة في الصلاة. وأنا الحاجة اللي استغربت لها أكثر إنه الربيع ماشي صلاة العيد، أنت يا زول بالأرواح اللي في رقبتك دي صلاة شنو اللي بتصلي أنت؟ ده نوع من أنواع الرياضات يا مشاطة. وعد الشباب اشتبكوا معاه كويس، وعامل فيها شاله وقناية بعد ما شاف، وضمن إنه في ناس دعم له وجو، وفي ناس بدقوا يحجزوا. قبلها كان قاتل حيله ساكت انه في ناس خلاص يحجزوا شعلوا قناه دارتك على قال لك شنو يا شيبان انت؟ انت هسه عليك الله يا ربيع تقدر تدق راجل؟ تقدر؟ اقسم بالله العظيم الشبل ده لو خلوه لو خبط لك الوطن انا ما تقوم، انت ما فيك اي حاجه يا زول، انت لسان بس، انت لسان بس، وحاصرت نفسك بنفسك، انت مجرم حرب يا زول، حتعيش كده ثاني شفته في رعب كده بس، حتعيش. طيب بالنسبه للموقف العملياتي، موقف العمليات مشرف وتاني كله زي ده، كله تاني شفته حيكون بل زي ده، مشرف عديل، جاهزية فل 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 فل. الفرقة الساسة والطرابورة المشتركة مورا شغل زي الشغل، وزي ما قلنا لكم اقسم بالله العظيم هدفنا الزرق وبنقلع منكم. الآن الجنجويد بيطالبوا بالجماعة اللي قاعدين في السعودية، ناس من هناك ديل يا أخو عليك الله، يعني الجماعة دي اللي يفكوا الكبسة دي ويخلوا الراحات ويجي نجاهم، وهم شايفين أخوانهم بيجاهموا كيف معقول يجوا؟ ما بجوك يا جنجويتي، ما بجوك. الناس دي بأي شكل من الأشكال دارين ينقذوا الزرق، لكن ما في طريقة، جاهم كده بس أقسم بالله العظيم، والله العظيم شفت الزرق دي نقلع منك واي جنجويتي فيها يتم جغم زيه وزي الانجغم. بل بس الناس الاخوان خسروا والله خسائر فاتحه كويس حول الفاجر، ماتوا بالالاف، فقدوا عداد حربي وما كانوا متوقعين الشغل ذاته، والطرابور هناك جايبين قلعوا منهم حتى الاكل اللي باكلوا في الصحراء قلعوا منهم. الان التعيينات والوجبه بتاع الطرابور من شغل الجنجويد ذاته، من غنائم الجنجويد، بل ولا ما بل، جغم ولا ما جغم، جيش زي الجيش يا زول، كمية زي يعني. ولسه الاستراتيجية جاياك يا جنجويدي يا وهمي جاياك، وشفتوا اترفع عليكم أول الناس هنوكم بالعيد من داخل الارتكازات في الفاشل، والجيش شغال تمشيط مع الكشم بتاع المشترك، او التحية كمان لناس العمل الخاص، بل زي البل، ما عندك فرق والله جنجويد، اقسم بالله انت تبلى كده بس، تنجغم كده بس. طيب نجر العاصمة، الجنجويد في العاصمة برضو مبلولين، عايز بحر التحية لهم، بيجوا يشتغلوا شغل ليلي، شغل بامتياز والله العظيم، شغل يفتح النفس. غير كده نازل قلت لك صامدين وثابتين، والجنجويد فشلوا انهم يخترقوا اي دفاع متقدم. ما تسمع التقارير المضلله
وما عارف. لا 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 طلص يا زول، طلص طلص، جنجبيد مبلولين يا زول، وما عندهم اي حاجه. كل المحاولات بتاعتهم والوعود بتاعتهم احنا يوم العيد حنعمل حنعمل، كلها طلعت طلص ساكت يا زول. انجرب وتبلوا والله زي البل. وبحر دين دور فيهم، مدفعيه مدوره فيهم، الشغل مدور فيهم. جرب الخرطوم الليله برضه عندهم اهداف، تم جغمها صحافه والامتداد، تم الجغم وتم البل بنياح، شغل بتاع مدفعيه. ويا ناس المدرعات عمل الخاص، بالله اتحركوا يا خدتوا اكتر ناس بليتوا الجنجه ديل، رجعونا للايام الحلوه ديك والشغل المفاجئ والشغل المباغت ده. والله العظيم اشتقنا له عديل كده بيلو يا اخ، ما شايفين الناس بعدين شغالين كيف يشتغلوا. طيب في الجزيرة عموما ما في شغل كده يعني يذكر غير يا هو الشغل العادي التدوين وبعض العمليات الخفيفة النشيطة. ونحن نتمنى انه الناس في الجزيرة يحزوا كويس، حزوا القشم بتاعنا الفاشر والمشتركة والنازل، اشتغلوا اخوانا تعلموا كويس من النازل، دقوا باللي صح، خلوا تعليماتكم في يدكم. انا ما ده ما تحرض على التمرد، لكن قدروا مواقفكم وتحركوا واشتغلوا شغلكم. طيب عموما كده الموقف العمليات مشرف، عموما كده القشم جاهز، حتى قشم القياده ذاته جاهزين اخواننا والنازل بيسلموا عليكم. والله امورهم فل، طبايحهم مدوره. جنجويد قلت له انتوا فارضين حصار، قلت له ما حاصرين القياده. جنجا يعني هو اللي بيت في بيت الناس والتدوين ده كده يسموه حصار؟ سؤال، ده كده يسموه حصار؟ انتوا والله محتاجين محاضرات في موضوع الحصار ده. طيب السفارة المصرية السماسرة بتاعنا الجوازات تجي تقدم اجراء عادي يقنعوك يقنعوك، تستلم بعد فترة زمنية يمكن ينسوك ذاته، لكن تجد خد كسرتك ينادوك اليوم الثاني. لكن بفضحكم والله العظيم بفضحكم، انتوا اسوأ واخطر من الجنجويد، والله افضحكم وابل لكم بصوركم وباسماءكم والله العظيم. يا اخو المواطن فيه شنو؟ فيه شنو المواطن؟ لسه دارين تجعبوا بعد الناس طلعوا وخلوا بيوتهم وخلوا قروشهم وامورهم جاتت لسه شغالين جاي ما تشتغل زي ما القانون بقول، شغالين سمسره أموركم ماشية، لكن معلوماتكم وصلت، أقسم بالله العظيم بنكشح حلالكم هنا لما تقولوا ما دايرين، وما تقدر تتبكى. تشبكنا أنا اتفضحت وأهلي عرفوا زي ما كان بعض البواليس بيقولوا الكلام ده، والله أنا بقول لك لما تقول ما داير. لقد هي إبراهيم كلام جميل جدا، زي ما قلت إنه مناوي طلع مكانة كبير والله. الناس ما فهمت مناوي. كل الكلام الخارم بارم مناوي بيقول ده هو بيقوله عن قصد. مناوي ده يا أخوانا التجارب اللي خشة في خرطوم وخشة قصر الجمهور والسنين اللي فاتت استفاد حاجات كتير جدا. فجنجويد ده البلوى التام ان شاء الله فاشر ده يكون نهاية جنجويد. وزي ما قلت انه منطقة الزرب ده ان شاء الله قريبا هترجع لاصحابه. وده يكون بداية لارجاع جميع حقوق لاصحابها. الجنجويد اللي احتلوا دارفور من 2002 وللان الناس ما قاعدين يرجعوا بيوتهم. والان جايين يعني استولى السودان كله. ناس جوفاني وناس عمر جبريل وناس ياجوج وماجوج ديل مستمتعين بحق الناس في الجزيرة وفي دابهين كل يوم خروف، ما شايف كلهم بيجوا يتبخبخوا كيف؟ دي ما ناس دواس، ديل باقول حق الناس سايبس، دي ما رجال يمشوا في الفاشر. وجنجويد أيام دي شغالين انتقام سايبس في مكون بتاع الزقاوة في النيالة وفي مناطق السيطرة حقهم. إنهم فهم في رأسهم إنه حسب ما ناس بيروجوا كل القوات المشتركة اللي بغاتهم في الفاشر ديل يا الزغاوة وكل حركات الزغاوة ده فهم غلط، ده فهم غلط. المشتركة يا اخوانا فيه كل الحركات، كل الحركات الموجودة في دارفور دي كونوا قوة مشتركة، الوقع السلام والما وقع السلام الموارد كله ناس عبد الواحد ذاته قاعدين، يعني تقدر تقول ناس ديل ياجوج وماجوج بس. اتركوا المواطن المسكين ده وانتوا كالرجال امشوا واجهوا المشتركة ديل، وان شاء الله الايام الجاية في حاجات كتير هتتغير في دارفور، وده يكون بداية انتصار للسودان.